والمستقبل بالنسبة لكرة اليد بالنسبة لنادي الزمالك والبطولات القادمة الاستعداد ليها ازاي؟ والله بص، يا بطولة كأس العالم للأندية أنا شايفها المرة دي النظام بتاعها ما بقى زي زمان. يعني النظام بقى قرعة، فبتلاقي نفسك مثلا يعني أنت محقق وعامل إنجاز، بس القرعة أنا شايفها ظالمة المرة دي. إن باستثناء الزمالك كسب أو لو كان الأهلي كسب، أنت كنت تروح تقابل برشلونة أول ماتش، برشلونة بطل أوروبا. المشكلة إن الماتشات دي بقى ماتش خروج المغلوب على طول، فاهمني؟ أه طبعا. أو تحديد مراكز بعد كده، بس خلاص يعني أنت مثلا ماتش بعد كده تحدد مراكز من 6 ل 8، من 6 ل 10 كده. باستثناء اللي كنا بنلعبها الاولانيه كانت مجموعات، وبياخد اول وتاني بيروحوا على طول على مربع بيلعبوا كروس. لكن قصه ان انت بقى ماتش واحد خروج المغلوب ده بقت ظلمه شويه. لكن في الاول وفي الاخر هي بطوله، والزمالك المفروض القرعه اتعملت خلاص، هو بطل افريقيا هيلاعب برشلونه بطل اوروبا. بس طبعا علي زين بقى هيبقى موجود في علي زين برشلونه. طبعا ربنا، علي برضو من اللعيبه اللي تستاهل كل خير. ربنا يوفقه مرحله جديده وقويه وصعبه، بس هو ان شاء الله قد المسؤوليه بادائه والمشرف مع المنتخب، يستاهل ان هو يبقى في المكانه دي. ودي حاجه كويسه بقى، بعيد عن انتماءات واهلي وزمالك وكلام من ده، علي من اللعيبه المميزه زي ما احنا عندنا يا خالد. النهارده بنشوف لعيبه المنتخب المصري او اللعيبه المصريين يا كابتن فاروق في اعظم انديه في العالم. يعني النهارده انت بتتكلم في علي زين في نادي من احسن 3 انديه في العالم او 4 انديه في العالم. بتتكلم على يحيى خالد لاعب الزمالك السابق بيلعب في سبريمن، نادي بيلعب في الفاينل فور وفي بطوله اوروبا من احسن 4 انديه في العالم. بنشوف سند واحمد هشام السيد، اللعيبه المحترفين بتوعنا ما بقوش اللي هو برضو ايه محترف بيلعب في اي حته وخلاص، لا ده بيلعب في الصفوه، في صفوه العالم. نتمنى اشوف يحيى الدرع في المكانه دي لان هو يستاهل. اتمنى اشوف حسن قداح، يعني عايزين نطلع لعيبه كتير جدا بره لان ده في الاخر لصالح المنتخب. مين الكابتن اللي كابتن حسن بيشوفوا ان لعيب جامد جدا ونادي الزمالك لو جه يستفاد منه؟ كلامك حتى في اي نادي، لو الاهلي حتى لو حاليا لعيبه موجودين في الدوري المصري. لا هو انت اقوى لعيبه موجودين في نادي الزمالك والنادي الاهلي. اللعيب اللي شايفه مؤثر جدا في النادي الاهلي ورمان التزام في النادي الاهلي طبعا ابراهيم المصري في الدور الدفاعي. قوي جدا 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 جدا، وهو اللي شايل يعني زي ما بيقولوا كده هو عمود البيت بتاع النادي الاهلي في الفرق في الدفاع. ابراهيم المصري لو بره اعتقد الامور هتبقى صعبه. يعني لو جينا الزمالك يفرق. لا يفرق كتير جدا جدا. لعيب من اللعيبه المميزه. برضو عايز اقول لك برضو الحراسه في النادي الاهلي كويسه جدا 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 جدا. عصام الطيار وحميد وطه برضو حراس على مستوى عالي، فاهمني؟ يعني بص احنا يعني في الاول وفي الاخر الحراسه في النادي الاهلي كويسه، الحراسه في نادي الزمالك كويسه جدا. يعني انت بتتكلم دلوقتي هنداوي وفلفل وشام السبكي طبعا موجود، كل دول لعيبه منتخب مصر، لعيبه النادي الاهلي لعيبه منتخب مصر. ففي الاخر احنا بنتكلم كلام ان هو يضيف للمنتخب، لان الفتره الجايه المفروض الجيل اللي هو بتاع المنتخب ده اتمنى يعني ان هو يحصل على ميداليه، لان الجيل ده يستحق بصراحه. شوف الفتره الجايه كابتن بقى، انت شايف بقى اهتمام فكره كره القدم كانت مستحوذه في وقت بشكل كبير على الجمهور المصري. الجمهور المصري بقى بيشوف حتى الالعاب الفرديه دلوقتي وبيتابع، ودايما يمكن دوره الالعاب الاولمبيه ورتنا الوضع ده. كره اليد في مصر هل ممكن في وقت ما تاخد ميداليه او تاخد كاس عالم مثلا؟ بالجيل ده حقهم. ليه بقى كابتن؟ انت في كاس العالم اتغلبت من فرقتين لعبوا اول وتاني. صحيح. في الاولمبيات انت واصل لدور الاربعه، ويعني كنت قاب قوسين او ادنى ان انت تحقق ميداليه اولمبيه. فالجيل ده جيل معاه مدير فني يعني مطراز عالي قوي، يمكن احسن مدرب في العالم، من احسن مدربين في العالم حاليا. زي ان انت معاك مجموعه عناصر لعيبه مميزه جدا 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 جدا. فمفيش يعني عارف انت اللي هو انت بتتكلم في تركايه، بس تركايه الفرقه دي لازم تطلع منصه التتويج عشان الجيل ده ما يتظلمش زي جيل 2001. جيل 2001 طب وايه اللي بيفرق يا كابتن؟ يعني ساعات كده بحس ان خلاص مقرب، ايه اللي بيفرق عندك؟ المنتاليتي بقى. جينا بقى الحته اللي هي بتاعت ايه، لازم نصدق نفسنا. لازم نبقى مؤمنين ان احنا فعلا ابطال وابطال عالم. لازم نبص لنفسنا كده، احنا ابطال عالم وابطال اولمبيات. لازم نبص عندك كابتن ناشئين والشباب حصول على بطوله عالم وثالث عالم وانت دعمت منهم المنتخب الاول حقيقي. فهي لازم يطلع كمان 3-4 لعيبه بره، بحيث ان انت يبقى عندك 10 لعيبه بيتعدوا اعداد في اوروبا ليفل ايه، وما يطلعوش اي انديه. يعني يطلعوا مثلا معاك لحد تامن نادي على مستوى العالم. الناس دي لازم تطلع الانديه دي.
عشان يبقى بالظبط بيتعدي اعداد قوي. زائد المجموعه اللي عندك هنا لما تختار من 30 40 لعيب على مستوى عالي جدا عكس ما بتختار من 20 25 لعيب. فاهمني؟ فهي القصه لازم اللعيبه دي نبتدي نطلع تاني. احنا شفنا احمد هشام السيد دودو لعيب ما شاء الله عليه. صحيح. النهارده انت بتتكلم في لعيب مواليد 2000 من احسن لعيبه في العالم. بقى عمود اساسي في منتخب مصر كره اليد. من اللعيبه الاساسيين. ليه؟ هو قيس النهارده على الدوري المصري، انت اللعيبه كلها بتاعه منتخب مصر بتلعب ما بين 4-5 ماتشات في السنه جامدين، اللي هم اهلي وزمالك، زمالك وجيش، زمالك وسبورتنج، دي الماتشات الجامده. هو هناك بيلعب له حوالي 20-25 ماتش طف ليفل عالي قوي. فطبيعي ان انت لما بتتحط في الاحتكاك قوي ده غصب عنك مستواك بيعلى. انت عايش هاندبول، انت عايش هناك هاندبول بس، انت بتصحى من النوم عندك تمرين الصبح، عندك تمرين بالليل، محترف بقى حياتك. انت محترف. فمستواك طبيعي ان هو بيزيد. عندنا عناصر مبشره، عندنا في جيل 98 وفي جيل 2000. احنا طبعا انا ما اعرفش الامور في كره اليد في عمليه التسويق الخارجي بتبقى عامله ازاي، بيبقى في وكلاء كابتن ولا في الانديه اللي بتتابع؟ لا بشكل مباشر والانديه بقى بتسمع. يعني احنا يحيى خالد لما طلعناه الاول عشان برضو ايه، حتى الانديه بره اللعيب المصري ممكن يجي ما يتكيفش مع العيشه في اوروبا فبياخدوا اعاره سنه. احنا يحيى طلع اعاره سنه وبعدين طلع اعاره سنه تاني وبعدين النادي اشتراه نهائي. هل في ناس تانية دلوقتي كابتن ابتدى في كلام عليهم جونات انت زمالك؟ في يحيى الدرع عنده كلام. بس يحيى الدرع فين يا كابتن؟ يحيى كان جايله في فرنسا، وسيف اخوه كان جايله في اعتقد في مقدونيا، وهما الاثنين بس دلوقتي مجندين في الجيش. فطبعا مش هينفع يطلعوا يحترفوا دلوقتي، صعب. لكن هم عندهم عقود احتراف، حسن قداح عنده عقود احتراف. لكن انت برضو عشان ما نبقاش ظالمين للنادي وما نبقاش ظالمين للعيبه، اللعيبه دي يعني تستاهل اعلى من كده. يعني انا مثلا مع يحيى لو هيروح مثلا باريس او مونبلييه، انت بتتكلم في اول نادي او تاني نادي في فرنسا. فاهمني؟ لكن مش هبقى مع يحيى لو رايح اقل من كده، لان مستوى يحيى دلوقتي ياهله يبقى في باريس، ياهله يبقى في برشلونه، ياهله يبقى في كيل، ياهله يبقى في سبريمن، اللي هي الانديه بعد الهدف الاخير ده كابتن بقى. لا هو يحيى بصراحه من اللعيبه يعني انت عارف لعيب راجل بمعنى الكلمه. لعيب كل المواقف اللي عشتها معاه سواء مدرب، يعني انا يحيى ما لعبتش معاه هو جه بعد انا ما بطلت. فكل المواقف اللي عشتها معاه لعيب بيتحمل على نفسه، لعيب راجل لاخر لحظه، لعيب يعني عارف انت من اللعيبه اللي تشوفها كده. لا برضو حاجه اسطوريه. وابتدى يحيى دلوقتي معلم مع جمهور الزمالك جدا 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 بمواقفه مع فرقه نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك. لا بقاله 3 سنين مواقف قويه جدا. طيب هكلمك على هدف يا كابتن.